السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نبدأ الخدمة في الصالونات، ولكن بما أنكم تتشوفوا يعني باقي نقيين، ما غاديش نغلفهم كاملين. بغيت باش نحافظ على هذا يعني هذا الواجهة اللي كي يكون عليها الكلاس وداك الشيء. غادي ندير واحد الباندا، يعني واحد الطريقة. غادي ناخذ واحد الطرف ديال التوب يعني من اللون الأسود، غادي يجي هكا يعني حتى للظهر. علاش؟ باش يكون كيتحيد باش يتغسل، وفي نفس الوقت غادي يحمي ليا الواجهه ديال الفوتوي ديالي. لهذا غادي ندوز ان شاء الله للفصاله. اول حاجه غادي ناخذ العبارات. بالنسبه للقياسات انا ديجا خديتهم، يعني عندي في هذا العرض هذا ديال الكنابي عندي متر و 18. بالنسبه للدوره من داك القنت يعني حتى الدوره كامله حتى لهنايا عندي متر ونص، زائد الظهر ديال اللور عندي تقريبا 75. يعني الدورة كاملها من الظهر يعني حتى الأمام حتى لهذا تحت هذا عندي مترين وخمسة وعشرون، يعني جوج متر وخمسة وعشرين. دابا نقطع واحد الطرف ديال التوب كما وريتكم، داك الأسود اللي وريتكم في الفيديو الآخر ديال المشتريات. غادي نديرو إن شاء الله يعني كباندا بحال هكا باش تغطي هذيك لافاس. دابا نقطع جوج متر وخمسة وعشرين على متر وثمانية متر وثمنطاش. القياس اللي خديت في واحد غادي نطبقه على الجهة الأخرى لأنهم يعني عندهم نفس القياس. بالنسبة للقطيع ديال التوب كما كتشوفوا أنا كنوضعو على جوج، يعني على اثنين بهذا الشكل، يعني باش يسهل عليا نقطعو. من بعد غادي نحيد يعني الجزء اللي ما غاديش نحتاج من واحد الجهة. الطول عندي كما قلت لكم 225 سنتيم، يعني جوج متر وخمسة وعشرين. غادي نحاول نقطعها في الطولية الأولى. بعد ما وضعت القياسات دابا غادي ندوز ونقطع. ناخد التوب نحلو ونطوي على الجهة الأخرى، يعني على هاد القياس، باش ناخد العبارات ديالي على زوج، لأن ما عنديش كندير نحطو فوق الطبلة. يعني بهذا الشكل هذا باش يسهل عليا نوضع القياسات ونقطع بلا ما نبقى نتلقى. كيبقى عندي الطول راه مطوي على جوج. دابا غادي ندوز للقياس ديال العرض. العرض عندي متر و 18. غادي نوفي على حساب الثنيه باش نتني التوب لداخل، يعني غادي نشيط جوج ديال السنتيم من كل جهه. المجموع خصني متر و 22. نوضع علامه وغادي نطراسي ونقطع. دابا الخياطه من الجنب على ضوء على طول هاد الدوره هذه. كتشوفوا هذا هو الشكل ديال لاهوس ديالي. انا كما قلت لكم تعمدت تجي غير تغطي غير لافاس، لان الجناب بغيتهم يبقاو باينين باش يجيو اسوختي مع الوسيد. بالنسبه للوسيد كما كتشوفوا انا خديت التوب على جوج هكا. من بعد غادي ناخذو على بعض هذا الشكل هذا. غادي نشوف القياس اللي عندي يعني هنا. بالنسبه لهنا عندي 50، هنا غادي ناخذ اكثر من 50 في العرض. علاش؟ على ود ديك التنين اللي غتكون داخل ديال السلسله، يعني غادي نزيد واحد السنتيم على 50 اللي عبرت. من بعد غادي نقطع. نفس الشيء غادي نديرو بالنسبه للوسيد الاخرين، يعني نفس القياس. بعد غادي نفتحو من هاد الجهه، يعني خص البلاصه اللي فيها عندي فيها 51 هي اللي غادي نفتح، يعني من هنا. باش ندوز دابا للخياطه نتاكد دائما ان هاد البلاصه هادي حيت ما مفتوحاش تكون مقاده، يعني ما تكونش غاديه عوجه باش ما تجينيش الوساده عوجه بهذه الطريقه. من بعد غادي نخلي واحد جوج سنتيم هنا او جوج ونص هاد الجهه، وهنا تقريبا 4 سنتيم او اكثر، ماشي مشكل. نخلي غير 4 سنتيم ونبدا الخياطه
يعني غادي نبدا الخياطه من هنا ونمشي حتى لهاد الجهه ونخيط من هنا حتى لهنا. هنا نخيط الوسيد كامل. نوريكم الخياطه، بغيت نوريكم واحد الحيله عجبتني عند واحد يعني واحد الامريكيه في الفيديو ديالها، لهذا بغيت نشاركها معكم باش تعرفوها. بالنسبه لهاد الحزمات انا قبل الصراحه كنجيب شي ميكا كنشرقها من هنا، يعني ما فيا ما يتقاتل مع الحزمه، لهذا عجبتني الفكره ديالها. كتاخذ هذه اللي كتلويها مزيان وكتدفعها هكا هكا، يعني كتلويها مزيان كتلويها بزاف حتى كتولي تجمع، من بعد كتدفعها بهذا الشكل هذا كترخف وتجبدوها بحال هكا كتجبدوها. انا من قبل الصراحه دائما كنقطع الميكات لان ما كنقدرش نبقى نتقاتل معاهم، لكن دابا الحمد لله لقيت الحل. هذه بغيت نقول لكم السنسله هذه كتباع بالمتر خاصه بالافريشه، كدير درهم للمتر، يعني كتقام رخيصه على سنسله الا شريتوها يعني بالطروفه، لهذا انا كنشريها هكا. بالنسبه للريوس راه كناخد الصحاح اللي مزيانين ديال الافريشه، كتشوفوا الشكل ديالهم كيكون بحال هكا. راه كاينين فرق بين السنسلات وبين هذه النمره خمسة كما كتشوفوا، راه النمره خمسة صراحه راه مزيانين هادو، راه كنديرهم يعني في الافريشه دائما ما كيتحلوش ما كيتهرسوش، يعني حيت تبغوا تشريو السنسله دائما اكدوا على الراس يكون المزيان هذا. والله ما عرفتش واش حتى هو درهم الدرهم ولا ما بقيتش عاقل عليهم واش درهم الوحده ولا لا، ما بقيتش عاقله، ولكن المهم راه المزيانين هادو. بالنسبه للخياطه كما كتشوفوا شوف راه محلولش من واحد الجهه ومحلول يعني من ثلاثه الجوايه بهذا الشكل هذا. غادي نجي نوضعه على زوج ونبدا نخيط هنايا تقريبا كيما قلت لكم 4 سنتيم، انا وريتها لكم في الطرف الاخر يعني تقريبا 4 سنتيم وهنايا جوج. غادي ناخذ القياس اللي غادي هنا، غادي نشيطو جوج سنتيم هنا وجوج هنا وغادي نقطعو بهذه الطريقه هذه. وغادي نركبو الراس. بالنسبه للراس راني وريتها لكم في واحد الفيديو كيفاش غادي نركبوه، ولكن غادي نعاود انا حيت ما كنتحكمش في السنسله مزيان باش نركبها هكا، كنجي لهنا وكنقطع من جهه السنان بهذا الشكل، الجهه الاخرى وكذلك كنوضع الراس هنا. هذا بالنسبه اللي ما كيعرفش بحالي تركب السنسله، اما اللي كيعرف يعني بلا ما يحيد هذوك الرويصات كنخشيهم هكا، هادو هاد الودنين باش كنلقى باش نشدها مزيان من هكا لهنا ونركب السنسله عادي. تجيني ساهله الوساده باش نخيط لها السنسله وتجيني مفينيه من هاد القنات هادو، من الاحسن خليوها محلوله من هنا ومن هنا، يعني خليوها مفتوحه. القياس ديال السنسله اللي غادي ندير يعني كنحاول نشيط شي شويه باش ما تجينيش ناقصه، حتى الا شاط ناقصه ماشي مشكل. نركب الراس اللي وريتكم الراس ونفتحها هكا، غادي نجيب هاد الجهه هادي نفتح هاد الوساده من هنا باش تجيني هكا، نجيب الراس يكون لتحت يعني يكون في الجهه ديال الجهه الدخلانيه بهاد الطريقه، نوضع هكا ونخيط عادي هكا كما قلت لكم كيسهل ليا هاد الثقبه هادي كتخليني نلقى فين نشد باش نخيط. من بعد غادي نسدها، كنبدا بهاد الجهه اللي مفتوحه بهاد الشكل هذا كما قلت لكم، السلسله اعطيها وجهها من داخل كنطوي هكا ونجيب ونحاول هاد الجنب ديال السلسله نجيبو يعني على الحاشيه يلاه يتدرك شي شويه باش ما تبقاش باينه صافي، ونبدا نخيط باش بين السلسله وان داغي دائما هكا. كنجيب هذا الخط هذا مستوي ونخيط
خديت 4 سنتيم باش تجيني مقاده الوساده ندور هكا يعني دي بوان داري نكمل الخياطه حتى نوصل للراس نفس الحاله نجيب الخياطه على السلسله باش نوصل لهنايا غادي ندير لهم بهكا بهذا الشكل هكا هنا وغادي ندور نسد هذا كتشوفوا الخياطه كتجي بيان فيني دابا غادي ندوز نرجع هذا كما كان طرف السلسله اللي شايط غادي نحيدو نقلبها باش نشوفها هذه هي الوسادة كتجي مزيانة ومخيطة مزيان وبيان فيني كما كتشوفوا يعني كتجي مزيانة في خياطتها شوفوا كتجي مسدودة يعني الشكل ديالها كيجي مزيان ومستورة السلسلة لهذا من الأحسن نخليو الجناب حلولين